مرة أخرى في أخبار الصحافة اليوم، لكن بعيون ضيفنا الأستاذ رضا عبد الودود الكاتب الصحفي. صباح الخير أستاذ رضا. أستاذ رضا وكل سنة وأنت طيب. طبعا عيد شم النسيم زي ما احنا بنأكد عليه ده عيد مصري أصيل. كل سنة وأنت طيب. هنبدأ مع أحمد من جريدة الأهرام. من جريدة الأهرام عنوان بيقول قنديل الوزراء زاروا الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة. تفاصيل خبر سريعا بتقول أن البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استقبل صباح أمس الدكتور هشام قنديل وعدد من الوزراء اللي زاروا مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة بعيد القيامة. البابا نوه خلال اللقاء بقوة العلاقة بين أفراد الشعب المصري، وأضاف أننا نصلي من أجل الدكتور هشام قنديل يختار وزراء جيدين في التعديل الوزاري الجديد. وقنديل أكد من جانبه أن المسلمين والأقباط نسيج واحد، لكن نحن نحتاج إلى جهد متواصل لترجمة هذه العبارة على الأرض، وأننا نعيش في قارب واحد نجاته هي نجاة لنا جميعا، وأن مصر بتمر بمرحلة انتقالية صعبة. أستاذ رضا، الحقيقة أن رغم ما صدر من فتاوى تحريم التهنئة للأقباط بعيدهم، لكن الحقيقة كانت صورة الحقيقة جيدة جدا من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لتهنئة البابا بعيد القيامة. وطبعا كان هناك تهنئة من شيخ الأزهر، وشفنا التصفيق اللي كان خلال عند ذكر. نعم، في الحقيقة يعني شم النسيم يعني وعيد القيامة من الأعياد المصرية الخالصة التي توحد الشعب المصري الذي يحتاج كثيرا إلى الوحدة والتآلف في هذه المرحلة لتجاوز اختلافاته وتجاوز المشاحنات والسجالات التي شهدتها الساحة المصرية في الفترة الماضية. وفي هذا العام هو أول عيد يأتي بعد رئيس منتخب رادة شعبية، ويأتي بعد انتخابات البابا توادروس. كانت ليلة وطنية خالصة يعني استقبلها المصريين بصدور رحبة مرحبين بهذه الوحدة الوطنية على المستوى السياسي والمستوى الرسمي. وكانت الكلمات معبرة عن هموم الشعب المصري وتطلعاته وطموحاته إلى الوحدة الوطنية في هذه المرحلة. حضرتك ترى إيه في كلمة البابا توادروس وكلمة دكتور قنديل؟ هو يعني الجميع يعلم ان الشعب المصري باقباطه ومسلمين هم دائما يد واحده في وجه اي تحدي كان تشهد مصر في الفترات الماضيه، الا ان العبث السياسي في مرحله من المراحل السياسيه التي عاشتها مصر هو الذي احدث هذه الفروقات واحدث بعض المشاحنات في العلاقه بين الطرفين. ولكن كلمة البابا توادروس وهي أمنية عظيمة، وبأن تتوحد مصر في هذه المرحلة التي لابد وهي فريضة الوقت وهي فريضة سياسية الوحدة الوطنية بين المسلمين وأقباط مصر، لأن مصر أكبر من الجميع وعلى الجميع أن يعملوا لنهضتها ووحدتها في هذا الوقت. تصريحات البابا بأنهم بيصلوا من أجل الاختيار الجيد في التعديل الوزاري الجديد، وتصريحات الدكتور قنديل بأننا نعيش في قارب واحد نجاته هي نجاة لنا جميعا، دلالة هذه التصريحات من الجانبين في اطار النسيج الواحد اللي احنا عايشين فيه؟ نعم، هو التشكيل التعديل الوزاري القادم هو امنيه لكل المصريين ان يكون تعديلا منجزا يحدث ما يتمناه المصريون من اصلاح سياسي واصلاح اقتصادي واصلاح اجتماعي في هذه المرحله، لان يعني كل تراجع او عدم انجاز في الملفات المهمه والحاسمه للشعب المصري تضر بمصر كلها. فاحساس البابا والكنيسه المصريه بان تكون التعديل الوزاري القادم يعبر عما يتبناه المصريون هو احساس صادق. وايضا كلمات الدكتور هشام قنديل بان الجميع يعيش في قارب واحد هي دعوه الى بعض المتشنجين سياسيا لان يقدموا مصالح الوطن على مصالح ضيقه او مصالح حزبيه، لان التفكير بروح الوحده الوطنيه هو الذي يخرج مصر من النفق الذي تعيشه حاليا سواء في التراجع الاقتصادي او التراجع السياسي. ونرى بعض النور او بعض القواسات القادمه سواء في علاقات مصر الدوليه المتنوعه في هذه الفتره من خلال زياره رئيس مصر الى امريكا اللاتينيه، وبعض الوعود بالاستثمارات ولكنها تحتاج الى تامين الوضع الداخلي والى بناء منظومه قانونيه
إدارية منظومة سياسية تقوم على الاستقرار وتحقق ما يتمناه العالم من مصر القائدة دائما على مر العصر. طيب احنا خلينا نروح بقى لجريدة الأخبار، والعنوان بيقول البابا طوادروس ترحيب الأخبار بشيخ الأزهر في القداس محبة نبعة من القلب. ومتن الخبر بيقول قال البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المقصية إن ترحيب المواطنين الأخبار بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال قداس عيد القيامة خير دليل على المحبة النابعة من القلب، وأضاف إن ما في القلب يصل إلى القلب لكن المظاهر الخارجية لا تصنع شيئا. البابا طوادروس قال في تصريح للتلفزيون المصري أن الشيخ أحمد الطيب صديق عزيز نسعد برؤيته وبالصورة الطيبة التي يقدمها للوطن، فهو شخصية لها رصيد من المحبة في قلوب المصريين جميعا ومكانة كبيرة في قلوبهم، مشيرا في الوقت نفسه أن في حال توافرت الإرادة للإنسان سواء على المستوى الشخصي أو العملي أو السياسي فيمكن أن تحال كل الأمور ويستطيع الإنسان يتقدم ويثمر وينتج. طبعا البابا طوادروس بشأن تقييمه للأداء الإعلامي للتلفزيون المصري أعرب عن تقديره لجميع المسؤولين في الهيئات الإعلامية، مضيفا أن التلفزيون المصري يقدم كل ما يخص الشعب المصري وأن التغذية الإعلامية للتلفزيون المصري في الأحداث الكنسية هي مشاركة وطنية بالدرجة الأولى باعتبار الأخبار جزءا من النسيج المصري. ونال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب نصيبا وافرا من التصفيق طبعا بمجرد أن ذكر البابا اسمه في قداس عيد القيامة. ترى إيه في الخبر؟ حقيقة القيادات على المستوى الإسلامي والمستوى المسيحي في مصر يعلمون ويتمتعون بروح وطنية عالية جدا، لكن بعض يعني التصرفات الصبيانية من بعض الأطراف قد تفسد أو قد تبدو أن هناك شيئا ما في العلاقة بين الطرفين. وأيضا في بعض وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام وليس كلها، تنفخ في نار الخلافات الوطنية بين الطرفين، هو أمر يلفظه الشعب المصري فمنذ القدم، وقد تربينا جميعا بأن جارك المسلم وجارك المسيحي هم في كل شيء هم سواء، هم لهم كل الحقوق ولهم كل الواجبات انطلاقا من المواطنة التي نادى بها المصريون جميعا. ورأينا في فترة النظام السابق كيف كانت بعض الأجهزة الأمنية تلعب دورا غير شريفا وغير وطنيا في إفساد هذه العلاقة للضغط سواء على الطرف المسيحي أو الطرف المسلم. رأينا في أحداث كنيسة القديسين التي طرحت بعد ذلك علاقة جهاز أمن الدولة السابق في إفساد هذه العلاقة. كانت الصورة بظهور القس والشيخ دائما مع بعض وبعض التكهنات وسائل الإعلام، أو يقال أن هذه صورة يعني تعتبر ملتبسة أو صورة يعني مسرحية، لكن الحقيقة غير ذلك. لكن من الواضح ما حدث أمس في القداس وظهور شيخ الأزهر والقيادات السياسية والقيادات الغير سياسية يعني الإعلاميين وغيرهم يدل على أن هذا ليس مظهرا. رأي حضرتك في ذلك؟ بالتأكيد أوافق حضرتك تماما، لأن الشعب المصري بفطرته هو شعب عملي، شعب لا يقف كثيرا عند الخلافات الدينية أو الخلافات بشكل عام، لأنه يريد أن ينجز يريد أن يتحرك. ولكن كما قلت لحضرتك هناك بعض الأطراف لا تريد هذه العلاقة أن تستقر وأن تتوطد فيما بين طرفي الأمة. وأيضا ما رأيناه من حضور رسمي وترحيب بمؤسسة المؤسسة الدينية الرسمية في من قبل الكنيسة هو شعور وطني متبادل بين الطرفين، وأن وحدة مصر بمسلميها ومسيحيها هي قوة للأمة العربية في هذه. طيب يعني بس عايزين نتوقف عند تصفيق اللي نال وذكر الشيخ أحمد الطيب في قائمة المهنئين للبابا طوادروس بعيد القيامة. الحقيقة أن الأقباط محتاجين هم يحسوا بالاطمئنان بعد دعاوى التشدد اللي ظهرت الفترة الأخيرة، حتى أن كل البرامج كلها كانت المشاهدين بيتصلوا بيسألوا الفتاوى، طب نتصل بأخواتنا الأقباط مهنئين وده حرام ولا حلال؟ يعني وصلنا للدرجة دي؟ احنا محتاجين ان احنا فعلا
نحس ان احنا مع بعض زي زمان، مفيش حاجه اتغيرت، مفيش حاجه اتغيرت. غريب ان تعليم الدين الاسلامي الاصيل الاصيل هو التي هي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني من يعني هو قدوة لكل البشر حقيقة، حث على هذه الوحدة وحث على هذا الترابط. ولكن بعض التشنجات من بعض من يجهلون حقيقة الدين الإسلامي هي التي تثير مثل هذه المخاوف. وأيضا هناك بعض الأطراف المتشددة من بعض أقباط المهجر هي التي نفخت في هذه الوساوس الشيطانية التي لا أساس لها في هذا الدين، وأن الدين الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي سيحاسب الناس عليه، وما يطلبه الله سبحانه وتعالى وتطلبه الأديان السماوية هي التسامح وهي المحبة بين جميع أطراف المجتمع. مقولة في أيضا أريد أن أتحدث عن التصريح الحاد شيخ الأزهر، وهو الأزهر دائما يقوم بدور وطني في الخلافات السياسية، ورأينا دوره في أزمة أحداث الخصوص، ورأينا دوره على مدار التاريخ أنه دور موحد لأطراف الأمة جميعها. طيب نروح لجريدة اليوم السابع، وخبر بيقول رئيس الوزراء بيدرس قواعد بيانات الإعلام والثقافة والعدل للانتهاء من التعديلات الوزارية. تفاصيل الخبر بتقول إن مصادر حكومية كشفت اليوم السابع أن تم تأجيل الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب للأسبوع المقبل نظرا للاعتذارات التي واجهها الرئيس ورئيس الوزراء من قبل الشخصيات العامة والسياسية عن تواجد الحقائب الوزارية اللي في مقدمتها العدل والثقافة. وكان من ضمنها اعتذار الدكتورة دورية شرف الدين عن تولي حقيبة وزارة الثقافة وجاري البحث عن شخصية أخرى. أيضا اليوم السابع انفردت بنشر صورة شهداء، لا يعني خلينا في دي بقى خبر تاني، خلينا في موضوع التعديل الوزاري. الحقيقة التعديل فعلا من كل أسبوع للأسبوع اللي بعده بيتأجل. ليه الاعتذارات من وجهة نظرك؟ هل الناس خايفة من تولي المسؤولية؟ مع أن المفترض أن هم يبادروا بتحمل المسؤولية وإثبات كفائتهم، خصوصا لو كانوا من تيارات المعارضة على طول بتنتقد تيار الأغلبية والحكومة. طيب فين دوركم علشان المشاركة علشان تثبتوا وجودكم؟ تحمل المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة هو عبء ثقيل بكل المقاييس. نعم. نظرا لأن مصر تعيش في مرحلة انتقالية ومشكلاتها أكبر مما يتخيله بعض المتابعين، فالأزمة يعني النظام الحالي استلم مصر مهلهلة، أوضاعها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية مهلهلة وتحتاج إلى ثورة إصلاحية وثورة تغيير في الداخل. فتحمل المسؤولية في هذه المرحلة هو عبء ثقيل على أي أحد. لكن كما تقول حضرتك أطراف المعارضة لماذا لا تقدم مرشحيها أو بعض من قياداتها أحجم عن الدخول في الوزارة؟ حقيقة بعض أطراف المعارضة لا تريد النجاح لهذه الحكومة، سواء اختلافهم مع جد القنديل أو اختلافهم مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. ولكن موضوع الأخبار التي تسرب أن بعض الناس رفضت أو كذا، قد تبدو أخبار في بعضها غير موثقة، خاصة وأن من طبع أو كما عودنا الدكتور مرسي في تشكيلاته الوزارية يأخذ وقتا طويلا، وهو أمر في عرف السياسة ليس بمستغربا، لأن يحتاج إلى تحقيق إنجازات كثيرة وكبيرة في وقت ضيق، فتحتاج إلى شخصيات تتمتع بقوة سياسية وغطاء شعبي أيضا لحمايتها من الثورات، لا أقول أن أقول ثورة مضادة لأي وزير أو أي شخص يريد أن يحقق إنجازات كما نرى في ما يحدث مثلا مع وزير التأمين من اعتداءات عليه في بعض المناطق، رغم إحساس جميع المصريين بحجم الإنجازات الكبيرة التي حققها في هذا المجال. وأيضا بلغ مطالب جادة الإنقاذ بإقالة الوزير أكثر وزير نجاحا يحقق نجاحات على أرض الواقع وعلى أرض على كما يراه المواطن المصري وليس كما يصوره الإخوان أو غيرهم. وقول ذلك وأنا قريب الصلة بتحليلات وزارة التموين وإنجازاتها على أرض الواقع سواء في مجال السياسة. في خبر تاني برضه من اليوم السابع وتقريبا متصل بخبر التعديلات الوزارية، وفي بيقول تفاصيل اجتماعات الإنقاذ لتشكيل حكومة موازية وبرلمان شعبي في مواجهة الإخوان، وبيقول ترشيح صباحي وموسى والبدوي وسعيد والغزالي وحمزاوي للبرلمان وإعلان الحكومة خلال 10 أيام وبتشمل 24 وزير. نعم، هذا أمر ممتاز جدا أن نعمل في إطار المعارضة السياسية وليست معارضة الملتوف أو تثوير الشارع المصري وقطع الطرق ومهاجمة مواكب المسؤولين أو مهاجمة المؤسسات الحكومية. في أعتى الدول الديمقراطية في بريطانيا هناك حكومة ظل
حكومة كاملة. هو بيتكلم هنا على حكومة موزعة مش حكومة زين. أنا هو فرق الدوائر السياسية. حكومة الزين هي الحكومة الموزعة. أنا جاهز نفسي الحكومة الموزعة هو لا يمتلك أدوات تنفيذية أن ينفذ ما يقوله، ولكن التنفيذ سواء يقوم من خلال التواصل مع الحكومة الرسمية أو سواء بالتواصل الإعلامي وتوصيل مطالب الجماهير أو مطالب مؤيدين. هل هتقبل حكومة دكتور هشام قنديل بوجود حكومة موزعة؟ وهل هيبقى في تعامل بينهم ولا تتوقع ان ده مش هيبقى في الوقت؟ اعتقد ان الدكتور هشام قدير والنظام السياسي يقبل بكل معارضه بدليل دعوات المتتاليه للحوار الوطني مع اقصى معارضين من الشمال او من اليمين، يريد من اليسار او من اليمين، يريد الدكتور مرسي بنظامه الذي جاء بانتخاب شعبي شفاف ونزيه ان يمثل كل المصريين في الحكومه، وبدليل انه عرض على جميع القوى السياسيه ان تقدم مرشحيها للمشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية التي يوجب على الجميع سواء معارضة أو إسلاميين أو جميع الفصائل، لابد أن تتحمل مسؤولية هذا الوطن في هذه المرحلة، ولا نقف عند مطالب حزبية أو مطالب فكرية يتبناها تيار ما. الحكومة الموازية والبرلمان الموازي هو أقصى درجات الديمقراطية التي على الجميع أن يقبل بها، ولكن آليات التعامل بين الحكومة الرسمية وحكومة الزل لابد أن تكون ونرجع نكمل مع حضرتك الحوار. اتفضل نروح لليلى عمر وموجز لعناوين. شكرا ليلى، شكرا جزيلا على اخر الاخبار واخبار الساعه. وهنرجع لضيفنا، واسمحوا لي ارحب بيه، الاستاذ رضا عبد الودود الكاتب الصحفي. اهلا بحضرتك مره ثانيه. طبعا خبر مهم جدا اللي هو العدوان الاسرائيلي على سوريا، وكان في الاهرام بالمنشط الرئيسي مصر تدين العدوان الاسرائيلي على سوريا، قصف قوات الحرس الجمهوري ومستودع لذخيرة شمال دمشق. وطبعا الخبر بيقول مثل الخبر، أدانت مصر أمس العدوان الإسرائيلي على سوريا ووصفه بأنه انتهاك للمبادئ والقوانين الدولية ومن شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا فضلا عن تهديده أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك تعليقا على الغارة الإسرائيلية التي شنتها صباح أمس على مواقع عسكرية سورية في ريف دمشق، وصف أنباء غير مؤكدة عن سقوط 300 قتيل على الأقل. القصف الثاني الإسرائيلي الثاني في أقل من 48 ساعة لسوريا، وكان في تصريح لسوريا بعد القصف قالت انه بيفتح الباب امام جميع الاحتمالات. برايك ايه هي جميع الاحتمالات المقصوده وايضا تفسيرك، لانه كل ما بتضرب سوريا من اسرائيل بتضرب في شعبها، يعني مفيش حتى رد. هي بلطجه سياسيه من اسرائيل طبعا انها استباحت الاراضي العربيه في الاول وفي الاخر، ولكن السبب الاساسي الذي منح اسرائيل هذه البلطجه هو ممارسات النظام السوري ضد شعبه، فهو يضرب في شعبه ليل ونهار ثم يدين اسرائيل مع ادانتنا الكامله لهذا الحدث وهذه البلطجه وهذه الهتوصه الاسرائيليه التي لابد من وقفها عربيا واسلاميا في اسرع وقت حتى لا يتكرر هذا السيناريو باي دعاوى او مزاعم صهيونيه اسرائيليه ان هناك اسلحه ما في اي منطقه من مناطق الدول العربيه. المجال الجوي العربي اصبح مستباحا من قبل اسرائيل، فوقف هذا لابد ان يكون باصلاح سياسي عربي سريع لمنظومه الجامعه العربيه ان تتخذ مواقف اكثر حده واكثر مواجهه لهذا التعنت والعنف الصهيوني، وايضا بالاسراع بانهاء ازمه سوريا التي طالت والتي راح ضحيتها ملايين من اخواننا السوريين. ايضا تهديد النظام السوري هو كما عبادنا كثيرا بانه وكما ايضا بعض القوى المواليه له انها تستطيع ان تدمر اسرائيل وستستطيع ان تفعل، وبقيت الجولان تحت السيطره والاحتلال الصهيوني لاكثر من 30 عاما دون رصاصه واحده. طبعا لم يستطع حتى الان ان يخرج بالجولان من قبضه اسرائيل او رصاصه واحده. طيب لكن في حاجه طبعا ازعجت كثير جدا من العرب، وهو يعني كثير من الكتاب وكثير من الشخصيات العامة يعني كانوا سعداء بهذا القصف الإسرائيلي لسوريا على أساس أنه هو هيخلص الشعب العربي من بشار الأسد والنظام الأسدي. هل هذا معقول أن نتواطأ أو أن ندافع عن النظام الإسرائيلي أو يعني نتواطأ معاه؟ أمر مرفوض تماما، والجيش الحر أصدر بيانا أدان القصف الصهيوني وقال أننا الشعب السوري يضرب
من نظامه ويضرب من عدوه الأساسي. لابد أن يكون التدخل الدولي إن حدث في سوريا وفق منظومة مجلس الأمن ومنظومة جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية وفق قرار دولي يتوافق عليه العالم، ويفضل أن يكون قرارا وتدخلا عربيا لإنهاء معاناة الشعب السوري. ونرى مصر قدمت بعض المبادرة في الرباعية وزيارة الوفد المصري إلى إيران. أعتقد أن في الأيام القادمة سيحدث بعض التقارب في وجهات النظر لإنهاء حكم بشار الأسد، وبعد ذلك يكون هناك توافق بين الشعب السوري لاختيار قيادة جديدة تنهي معاناة السنين الطويلة التي ذاق فيها مر الظلم ومر الطغيان لدى نظام بشار ونظام طبعا الأسد. احنا بنشكر حضرتك أستاذ رضا عبد الودود على مطالعتنا الصحفية النهاردة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ونروح لفاصل قصير وبعد الجولة.